السلام عليكم ورحمة الله. تجربتنا لليوم الأولى من الأسطول الألماني الفخم VW. هاي تعتبر أحد أجمل سيارات هذا الأسطول الفخم اللي هو طراز أرتيون. نقدر نقول جت بدال سيارات أو سيارة الباسيت سي سي. السيارة كشكل خارجي جميل جدا بكل صراحة. كشكل خارجي نقدر نقول المنافس إلها، شوفان دا أحكيكم كشكل خارجي، المنافس إلها هي كيا ستينجر. هاي السيارة من طراز آر لاين، وأكو عدة طرازات أخرى اللي هي مثل S, SE و SEL والسيبك. طبعا هذيش الطرازات تكون فئتها أقل من هاي الفئة. تصميمية تتمتع هاي السيارة بواجهة أمامية رياضية بخطوط متموجات ديناميكية. شبكة التهوية الموجودة هنا الأمامية العريضة مع خطوط الكروم المصنوعة من الكروم مع السبايدر الموجود بالأمام ينطيها شكل هجومي أكثر. شوف الإضاءة فول LED متفاعلة، الإضاءة كجزء مكمل لخطوط الكروم الموجودة مع حساسات أمامية، كاميرا أمامية من بين أربع كاميرات موجودة بدرجة 360 درجة. تصميم رياضي، دا أحكيكم عن كشكل خارجي، تصميمها رياضي تجذب فئة الشباب أكثر. وصراحة اللون جدا جميل وجدا مساعد لإبراز الخطوط الموجودة على البنيد. نشوف همين نشوف فتحة، طبعا الفتحة إذا هسه نفتح البنيد نشوف فتحة الشاملغ موجودة ويا يعني صايرة ويا فتحة البنيد. هسه محمد طبعا هاي طلع لنا إياها بالكاميرا. يعني تصميم جدا رائع، تصميمها رياضي أو نقدر نقول مشابهة للسيارات الرياضية. الشكل الجانبي التصميم يجمع بين الشكل الرياضي وبين متطلبات الفخامة. الوي طبعا عندنا 20 على هذا الطراز، والطرازات الأخرى 18-19 يكون أقل حجم من هذا، وحتى الطرازات الأخرى يكون حجم المحرك يكون أضعف. بصمة الأرلاين الموجودة بالجانب، حساسات جانبية على مود خاصية الاصطفاف التلقائي، مراية كهرباء، نقطة عمياء، الكروم على جانب السيارة من فوق ومن جوا أيضا. الأبواب الموجودة هنا طبعا تجي بدون إطار، شوف فريملس جاملس. طبعا نشوف الخطوط الموجوده الى نهايه السياره. طبعا نصيحه اللي يريد، اكو بعض السيارات بما انه هو اللون الابيض هو السائد هو المنتشر بالسوق، بس اكو بعض السيارات مثل هاي تجي الوانها مميزه. فنصيحه اللي يريد يشتري مثل هيجي سيارات خلي ياخذ هيج لون يبرز خطوط السياره اللي حينطيها اكثر جماليه. مثلا عندك ليش تروح بيع عندك سياره الرينو داستر، اللون برايي انا احكيكم اللون الابيض ما راهم عليها، اكو الوان اخرى جت جماليتها اكثر. أرتيوم من الخلف، إضاءة طبعاً LED، بصمة الفور موشن، طبعاً بصمة الفور معناها نظام الدفع الرباعي بالفولكس واجن، بصمة الأرتيوم موجودة، شعار VW موجود هنا، كاميرا، طبعاً نشوف الكاميرا هنا موجودة وبلمسة الزر طبعاً لمسة كهربائياً يصعد الصندوق. مساحة التخزين 563 لتر، كبير جداً صراحةً، وعندك عن طريق البصمة همياً نقدر نفتحها وبزر واحد طبعا بدقمه دوسه واحده ينزل الصندوق. وشوفوا هاي البصمه هم نقدر نفتحها عن طريق البصمه. بس محمد هي لا هاتشباك ولا هي صالون، برايك شنو هاي؟ محيره مو؟ يلا
وشوفوا اكو شغله بيها طبعا السياره اني ما عجبتني ليش؟ طبعا انا وعاصم دائما نتنافس على هذا الشيء. هاي ما بيها طرب، ما بيها صوت، يعني هسه انا شغلتها وصغرتها شويه ما بيها صوت، فهاي البزازات ما عجبتني صراحه. يلا واحد اثنين السيارة من الداخل. طبعا بداية نشوف الشاشة موجودة هنا 9 انش او 9.2 انش تعمل باللمس. خيارات عديدة موجودة، عدادات، ضغط التيربو، تقدر تشوف كل شيء بيها، اللاب تايمر واكل البيرفورمنس، تقدر نشوف نغير العدادات. طبعا هسه راح نشغلها. تشوفون هاي العدادات شلون تغيرت. طبعا بداية قبل ما نجي نشرح هنا، خلينا نشوف بيها من اليسرى من يمي لحد ونتحول كل دقمة موجودة هنا راح نشرح عليها. هنا طبعا مال الجام، ازرار الجام. نشوف هنا طبعا ميموري سيت موجود، وضعيات الكوشينات، طبعا الكوشينات رياضية. نشوف هنا الهيد اب ديسبلاي عن طريق هذا الزر يطلع منه. ها شوف شلون تطلع، هاي فتحت طلعت الجامة. تقدر تشوف العدد، واكو ناس يتضايقون منها، بضغطة الزر واحدة ينزل. من هنا عن طريق هاي الدقمة نشوف اللايت والإنارة، صفر اوتو وهكذا. الستيريو موجود هنا، طبعا هنا أوامر صوتية، تليفون ما تليفون مايك وهكذا، وهي أيضا شوف نقدر نلعب بالشاشة الموجودة هنا، شاشة العدادات تقدر تتحكم بها عن طريق هاي الازرار. شوف شلون تغيرت من صارت خارطه. من هنا تقدر تشوف المود مال السياره، بصمه الفي دبليو موجوده هنا، الستيرن حلو اوكي، هنا الكربون فايبر موجود، الساعه. طبعا هاي الدقمه الموجوده هنا هذا مال الاصطفاف التلقائي، ان شاء الله هم راح احاول اشوفه يعني اجربه. هنا الكاميرا طبعا عن طريق اللمس تحولها 3D. هنا تغير بكل الزوايا، تقدر تشوفها بكل الوضعيات. هاي من فوق فعالة والله الشاشة. نغيرها منها، نجي على السيتنج هذا، إذا نشوف اللانجوج نحاول أشوف ايش كم لغة تدعم. يا سلام يا سلام، كل اللغات، سيارة عالمية. احنا ندوس على العربية تمام اوكي، نرجع من هنا. نشوف طبعا هنا التبريد وما التبريد وهاي الأشياء البسيطة اللي كلكم تعرفوها. طبعا نجي هنا على المود، شوف المود من الغيره هنا الاقتصادي المريح. شوف السبور شوي حيتحول صوت الكزاز مالته بس مو قوي. طبعا حتى الار بي ام هم ما يصعد عندي. لحظه شوف راح احول لكم اياه على الرياضي، تحول اي لازم نغير الدي. هاي المودات طبعا هاللي يعني باللغه العربيه، طبعا هي تدرون انتم الكومفورت والنورمال وهاي الاشياء والسبورت، بس اللي يعني بالعربي تطلع باللغه العربيه عندنا. وشوف بكل وضعيه يتغير، تتغير لون الشاشه وتتغير الوضعيه مال الشاشه. هاي الوضعيات هنا الجي بي اس، خارطه العراق. يا سلام هنا عندنا السياره. شوف هاي كل هنا العدادات الموجوده، الشغلات كلها مال قياس التاير، قياس صرفك للبنزين ايش قد تصرف. اللاب تايمر موجود، راديو، ميديا، الملاحه، يعني تقريبا والله كل شيء متوفر بيها. شوف بيانات القيادة
أجهزة الرفاهية. هذا ثينك بلو، شوف بما أن اللون أزرق يعني هذا يحسب لك إيش قد أنت تصرف بنزين. هذه السيارة أنت تصرف عليها تصرف اقتصادي أو غير اقتصادي، طبعا أنت من السوق طرق خارجي أو السوق بالسيارة، إذا هذا اللون بقى على اللون الأزرق معناه أن أنت سيارتك عال عال ما عليها شيء. بس إذا تغير اللون راح تعطيك طبعا منبه أو إشارة أنه أنت سياقتك للسيارة مو سياقة اقتصادية. شوف الضبط الشخصي، طبعا هنا الساق، شوف عندنا الساق 1 2 3، طبعا هنا اكو واحد اسمه بهاء مسوي صاحب السياره اكيد مسوي شنو يعني الانواع او مو انواع وضعيات الساق، طبعا 3 وضعيات. هسه انا مثلا اجي اقدر ادوس على الساق رقم 2، اجي اختار اكتب اسمي واختار انا شريد المكيف ايش قد درجه الحراره الان ارتاح لها، الكوشينات مالتي ايش قد تتقدم وتتاخر. فهاي 3 وضعيات للسائق تقدر تخزنها. هاي نظام مساعدة مال السائق، طبعا بيها أنظمة كلش هواية، يعني هسه إذا أشرح لكم على أنظمة يمكن منها نص ساعة ما تخلص. هنا الجير، هنا الأوتو بارك، هنا الأوتو هولد موجود، طبعا هنا بما أنه هي بيها فئات أعلى من هاي السيارة، تجي فئات طبعا خاصة إذا أنت تطلبها، يخلي لك هنا عدة أزرار أخرى موجودة. مانع انزلاق جير، طبعا هاي خليه الجير والمحرك بعدين حنسولف عليها. نشوف هنا مو بانوراما، طبعا قياسا بالمنافسين الاخرى هاي نقطه ضعف بهاي السياره انه هنا مجرد فتحه عاديه، فتحه سقف عاديه مو بانوراما. الاناره طبعا الاناره الداخليه LED، سياره يعني هي نوعا ما جميله تمام. حلو والله، بس العيب بيها مثل ما قلت لكم صوت ما بيها. صوت ما بيها، اسمع ما خارصة يعني. إضافة طبعا إلى إيرباقات، إيرباقات 6 إيرباقات موجودة، طبعا النظام الألماني السيارات الألمانية كلها مهتمة بنظام الأمان. سماعات 10 سماعات موجودة بالسيارة، طبعا هنا شحن وايرليس موجود، هنا بصمة الفور موشن، حاملة أكواب عدد 2، جداحة، هنا مخزن. هنا USB موجود، عندك هنا شوف هاي الازرار موجوده مال التبريد، تبريد الكوشينات وتسخينها، هنا منفصل وهذا منفصل، يعني هذا وهذا اثنيناتهم بين. وبس هاي السياره من الداخل، تعال هسه خلينا نشوفها، نشوف المحرك مالتها شلونه ونشرح همين على الجير ايضا. محرك TSI طبعا هو براءة اختراع عملتها شركة فولكس واجن، هو نظام الضغط المزدوج اللي يعتمد عليه المحرك حسب حاجته بواسطة طبعا جهازين، شاحن ميكانيكي وشاحن توربيني، واثنيناتهم من يشتغلوا ينطيك عزم دوران جدا قوي. طبعا المحرك 280 حصان 4 سلندر 2 لتر توربو، طبعا عزم 350 نيوتن متر. انطلاقة السيارة من 0 لـ100 5.5 ثانية، طبعا كهيج سيارة بهاي الانطلاقة تعتبر جيدة جدا. السرعة القصوى للسيارة 250 كيلومتر بالساعة، غير السيارة اوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش. طبعا اكو فئات تجي بمحركات اخرى، طبعا المحرك نفسه هو 4 سلندر و2 لتر، لكن القوه الحصانيه مالتها يكون اقل 190 والعزم مالتها يكون 320، يعني فرق عن هذيك. وانتهت حلقتنا لهذا اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم هاي التغطيه، تغطيتنا الاولى من الاسطول الالماني الفخم. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، انتظرونا بتغطيات اخرى، مع السلامه.